الخيارات الآن التي تبحث بها القوى السياسية هي ليست من خياراتها بقدر ما أنه هي مفروضة عليهم فرضا، لأن هذه القوى بعملية استبدال الرئيس وبعملية كتابة قانون انتخابات جديد والذهاب إلى المفوضية، هذه القوى ستخسر ما كانت تمتلكه وستخسر ما كانت تؤمن نفسها به. كيف ممكن أن تخرج من هذا المأزق؟ هذه القوى السياسية، أنا عندما أقول عفوا تعقيب، عندما أقول ذويهم أنهم عراقيين، يعني هم عراقيين ومن أبناء هذا الشعب. هذه القوى السياسية فشلت فشل ذريع، وخير مثال على ذلك أن طلبات الشعب العراقي أسقطت الحكومة، وعندما أسقطت الحكومة أسقط القوى السياسية كلها. أنا من القوى السياسية، أنا أيضا من هذه القوى السياسية. نحن سقطنا في نظر الشعب العراقي بالكامل، لأننا لم نجد شيء. لذلك اليوم القرار هو قرار الشعب العراقي. وعندما يتكلمون عن كتلة كبيرة وكتلة صغيرة، الكتلة الكبيرة هي الشارع العراقي. الشارع العراقي الذي أسقط الحكومة لسوء إدائها وأسقط القوى السياسية أيضا لفشلها، إذن الآن هو صاحب الطلب وعليهم أن يلبوا طلب الشارع العراقي. ماذا يريد الشارع العراقي؟ يريد انتخابات حرة ونزيهة، يريد مفوضية حرة ونزيهة، يريد ممثل يمثل الشعب العراقي برئاسة الوزراء مستقل ونزيه وذو سمعة جيدة. وأنا لا أعتقد، هل تشعر أنه هذا الحراك وهذه أنا دائما أسميها ثورة، لأنه هي تريد أن تقتلع كل شيء فاسد؟ هي فعلا ثورة، هي ثورة حقيقية ثورة. الآن تريد أن تقتلع كل هذا. مدى استجابة القوى السياسية من بداية 1 تشرين حتى هذه اللحظة كيف تراقبها؟ هل تجد أنه فعلا هنالك مصداقية حقيقية أصلا لدى هذه القوى السياسية بالتعامل مع المعطيات على الأرض، وبالتالي هي تفتش عن مخارج إلى الأزمة، أم أنها ما زالت تتمسك بهذه الألاعيب والخدع والمورفينات حتى هذه اللحظة؟ يعني إيماني كبير واضح في هذه النقطة، وقلت عدة مرات القوى السياسية لم تكن صادقة، ولو كانت صادقة لما وصلنا لهذا الموضوع. المواجهة التي حدثت مع الشعب العراقي المتظاهر تظاهرات سلمية أدت إلى 20,000 جريح وإلى مئات الشهداء. هؤلاء هذه مواجهة عسكرية، مواجهة مع شعب. هذا أكبر فشل العملية السياسية وأكبر فشل الحكومة. وعندما أجبرت الحكومة على الاستقالة، هذا أيضا إجبار القوى السياسية على الفشل وعلى الانتهاء. لذلك على القوى السياسية اليوم أن تلبي طلب الشارع وهي صاغرة وهي مرغمة وليس في رأيها وليس على مزاجها. اليوم ما يجوز أنه إحنا القوى السياسية هذه الكتلة الكبيرة والصغيرة، هذا رشح فلان هذا رشح فلان. الترشيح يجب أن يكون وفق طلبات الشارع العراقي المتظاهر. هذا الشارع اللي أنطى دماء وأنطى خيرة أبنائه، علينا أن نلبي طلباته وصاحب الحق، وعلى القوى السياسية أن تعترف بذلك، لأن كل تمادي يؤدي إلى فشلها وسقوطها أكثر ومحاسبتها أكثر.